تعتبر منطقة الخليج من أكثر المناطق أمناً واستهدافاً من قبل السياح في الفترة الأخيرة، وتتمتع بشعبية كبيرة كوجهة لسياحة الأعمال. وقد تم البحث والنقاش حول صناعة السفر والسياحة من خلال فعاليات سوق السفر العربي الذي استضافته دبي. ووفقاً للتقرير الأخير الصادر عن موقع سكيفت، أكبر مزود عالمي للمعلومات والبيانات المتعلقة بقطاع السياحة والسفر، تم اختيار سلطنة عمان كأفضل وجهة سياحية في العالم للعام الجاري. وجاء هذا التصنيف نظراً إلى التجربة السياحية العربية التي تقدمها السلطنة للسياح. في 2014 كان عندنا المساهمة العامة في قطاع السياحة للناتج المحلي المباشر 2.2، ونتوقع إن شاء الله هذا العام بيرتفع هذه النسبة، لأن النتائج الأولية خلال الربع الأول من العام جدا كانت إيجابية، فنتوقع إن شاء الله بنغلق هذا العام أيضا بتحسن العام الماضي. توقعت منظمة السياحة العالمية أن ترتفع العوائد من السياح القادمين بنسبة كبيرة تصل إلى 10.5% في عام 2015، مدفوعة بالتطورات في البنية التحتية لعدد من المدن الخليجية. ولكن البعض يرى أن التطورات الجيوسياسية أثرت بشكل أو بآخر على حركة السياحة والطيران في المنطقة. لما صارت في الأزمة اللي صارت في مصر وحاليا اللي في اليمن، أثر بشكل كبير على عدد الرحلات وعلى عدد اللود فاكتور، لأنه صار في انخفاض كبير جدا لتوجهات المسافرين، فبدأوا ينتقلون من المناطق اللي هي عندها جيوبوليتيكال إيشوز إلى المناطق الأكثر استقرارا. فلاحظنا في دبي على سبيل المثال صار في جروث عالي في عدد المسافرين بالنسبة لما أتكلم عن السعودية مقارنة بمصر. في تأثير طبعا، لكن لأن المشكلة مش في الإقليم الخليج نفسه ولا هي لها علاقة في الأماكن اللي احنا نسافر لها، فالتأثير مش كبير. يعد قطاع السياحة من القطاعات المهمة لكل دول العالم بلا استثناء، خصوصاً للبلدان التي لا تمتلك ثروات طبيعية تدعم موازنتها في كل عام. يكتسب قطاع السياحة أهمية لا تقل عن أهمية بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويتأثر بعوامل كثيرة قد تضعفه أو تضاعفه، لذا يحظى باهتمام خاص من قبل حكومات المنطقة. إنجي الحكيم، CNBC عربية، دبي.